السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. حضرتك يا شيخنا كان في سؤال بس حضرتك، انا والدتي في يعني ما بتكلمش والدتها، وكلمتها وعرفتها ان ده حرام وكده، وبتجبرني انا واخويا ان احنا ما نكلمش اهالينا اللي هي اخواتها واعمامي وعماتي، اقول لها ما بكلمهمش تقول لي لا، وتحلف ان انا بكلمهم، وعايزاني احلف لها ان انا بقى ان انا بكلمهم، وانا طبعا مش عايز احلف لان انا بروح لهم وببرهم. انا حكم ايه يا شيخنا؟ لا شوف يا شيخ، وانا يا شيخنا يعني انا بروح لها عايز اكلمها، طبعا مشاكل كتير قوي وزعلانه جدا. في سؤال اسالك سؤالا. معاك يا شيخنا. الله يبارك فيك ويهدي امك. هل هم ظلموا امك او امك الظالمه او لا تعرف؟ والله يا شيخنا يعني هي ما بتكلمش امها علشان ستي اللي هي امي راحت تزوجت. ايوه زعلانه من امها انها تزوجت. وهي شايفه ان يعني هي كل الناس، هل كل الناس غلط؟ وفي انا عماتي في ظلموها شويه وهي مش قبلاهم، بس بتجبرني ان انا ما اروحش يا شيخنا وابرهم، وعايزاني اروح اشتم عما يعني اشتم عماته اقول لها مالكمش دعوه بينا وكده والكلام ده. لا 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 لا، انما الطاعه في المعروف. في المعروف. ايوه امك دعتك الى قطع الرحم. هي بقى ما بتكلمنيش يا شيخنا. لا تطيعها في قطع الرحم. تعبانه يعني، حتى تخلي والدي يجي يشتمني ويشتم زوجتي وانا ما اتكلمتش لان ابويا. طب انا عايز اروح اصالحهم وكده مش قابلني، اعمل ايه؟ اصبر صبرا جميلا وبعد مده اذهب ازورهم ان شاء الله. يعني انا اعمل كده شفنا. لا تقطع احدا. احلف ان انا ما اروحش لعماتي وخالاتي، احلف ولا ما احلفش؟ ما احلفش اكيد طبعا يا شيخنا. لا ما تحلفش، قول لها يما هروح، يما هروح، حرام علي يما، بس كده كلامك واضح صريح. كلام واضح يعني اعرفها اقول لها لا انا لا ده حرام عليك يا بس انا بس. بروح والله من ورايا يا شيخنا، يعني ما بقولش ما بزيعش ان انا بروح. انت لن تزيع. لا انت بتروح. لن تزيع لكن لا تحلف ابدا، انت لا تكذب. تمام يا شيخنا. السلام عليكم.